ديون العراق الخارجية والداخلية والتي ترتبت على البلد بفوائدها على مر السنوات والتي يدين بها العراق ل65 دولة، منها 19 دولة ضمن نادي باريس و46 دولة أخرى، إضافة إلى ما يسمى بمخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع. نجح العراق عام 2004 في شطب نحو 100 مليار دولار أمريكي من ديونه على خلفية توقيع اتفاقية نادي باريس التي وصفها مظهر محمد صالح مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالمعيارية لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق. صالح كشف أيضا أن الديون الداخلية والخارجية كانت قد بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديونا معلقة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى تراكم الديون بسبب الحرب ضد تنظيم داعش. بينما تقدر دراسات الديون الخارجية واجبة الدفع على العراق تبلغ قرابة 25 مليار دولار، من أبرز تلك الديون هي ما ترتب على العراق بعد غزو الكويت والتي بلغت 52.4 مليار دولار، تم سداد أغلبها والمتبقي منها لا تتجاوز 2 مليار دولار. أما الديون الداخلية والتي تصل نحو 70 تريليون دينار عراقي فهي عبارة عن مديونية وزارة المالية الاتحادية إلى الجهاز المصرفي الحكومي المتمثل ببنكي الرافدين والرشيد.